روى عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي. من هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي جهله الناس؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان قبل البعثة يدعى بمكة بالصادق الأمين. تخيل، وفي خضم الجاهلية، تخيل رجلا يرى الصدق من مكارم الأخلاق وإن كان الكذب من عوائد الناس، ويرى الصدق فيصدق بإذن الله، ولا يستطيع أحد أبدا في تاريخ حياته أن يجد له كذبة، فسموه بالصادق وأتمنوه على أماناتهم وأعراضهم وأنفسهم، وإن كانوا مخالفين له فسموه بالأمين، فصار هو الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم.